في حلقه جديده من ذا فود فورمز. معاكم مروان احمد. النهارده بنجرب حاجه جديده تاني. النهارده بلاير ريفيو جاك جريليش تيم مدير اونبل منشنز. ده كارت اوبجكتيف النهارده بنجربه وبنشوف الكارت ده كويس ولا لا في الملعب. هو كارت ميديوم سكيل موفز 4 ويك فوت 3. الاتريبيوتس بتاعته انا اديته هانتر علشان ازود شويه حته الشوتينج وحته البيس. كارت شكله كويس هنجربه ان جيم. ده طبعا اول ريفيو لينا بعد ريفيو كريستيانو رونالدو اللي هو الرايت وينج الفلاش باك. كنت عملت له ريفيو, اللينك هيطلع لكم على الشاشه دلوقتي. لو بيعجبكم الفيديوهات دي اعملوا لايك للفيديو, اعملوا سبسكرايب للشانل وشغلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم الفيديوهات اللي بنزلها بشكل يومي. اعملوا فولو برضو على السوشيال ميديا, هحط لكم دلوقتي تاني على السكرين الهاندلز بتاعتي. قولوا لي رايكم في الريفيوز دي ايه, عايزين تشوفوا اكتر منها. بحاول ازود الكونتنت ويبقى كونتنت مختلف. النهارده بنلعب تيم هايبريد شويه, ناحيه الشمال ناحيه دوري انجليزي ليفت وينج راشفورد كام جريليش ليفت باك اليكس تيلس. بنلعب في منتصف الدفاع, يعني بنلعب ب ديجو كارلوس اللي هو تيم اوف ذا جروب ستيجز, وكابيتا ميد. بلعب كورتوا الجول كلايبر. السر النجاحي ووصولي لرانك 1 ديفيجن 1 من اسبوع روي كين. بلعب بماتسون الانفورم برضو معاه. بلعب كريستيانو رونالدو جولد, وبلعب بالهيرفين موزانو ده الرايت وينج التالت انفورم. هنجربه في اثنين بوزيشنز. الشوط الاول هنجربه كعشرة تحت المهاجم, هنلعب 4-3-3 وهو هيبقى البلاي ميكر. ده في اول شوط. تاني شوط هنلعب 4-4-2 وهنخلي جاك جريليش ده سنتر من فيدر, واحد من الاثنين في النص, نشوف ايه نظامه. طيب تقييمي على جاك جريليش ده هيكون على طريقه لعبه في الملعب, على الاجيليتي بتاعته, على الباسنج, على السرعه, على الشوتينج, على كذا حاجه. تحركاته لذيذه. طبعا ده ماتش ديفيجن رايفلز رانك 1. بيتحرك حلو تحركاته, يعني ما عنديش مشكله معاه خالص. اجيليتي كويسه جدا. طلع تاني ثرو بول, رجل الشمال ضعيفه شويه, بالونه بتنط على الارض كده. حلو حلو. بس اجيليتي بتاعته زي ما انتم شايفين كويس قوي والله, كويس قوي. يعني هو بيتحرك كويس, ستيب اوفرز كويس. بس حلو قوي. لوب جامد. لا جامد. لوب برجلي الشمال اللي هي الويك فوت. جول حلو. لغايه دلوقتي الكارت ده عاجبني الى حد ما, بس انا حاسس ان هو مش هيبقى سنتر ميدفيلدر في اثنين كويس. برضو دلوقتي كانت شوط علينا ووقف, برضو بيرجع يقف على حدود منطقه الجزاء. بس اجري بقى, ما بيجريش, يعني ما بيجريش, ما بياخدش الوينج. هنجرب بيه رفعه. رفعه حلوه قوي. رجليه الشمال, الكارت ده رجليه الشمال حلوه قوي. جاك جريليش كده بقى واحد من الاثنين, هو روي كين سنتر ديفنسيف ميدفيلدرز. هنختبره في الحته دي. جريه حلوه. حلو. حركته سلسه قوي, عجباني. ما بحسش ان انا مش سيف والكره معاه. حلو قوي. شايفين بجد هو ده مش البوزيشن بتاعه, هو بيسرح قدام كده. جرب تاني. حلوه. هيريتش كوت هيطلع بره. من جمال الكوره دي بصراحه, هو ارتو بتاعته
جميله جدا، تحس ان انت بتشوط ما عندكش اي مشكله في ان انت تشوط بيه وهو بيلعب الار 2 كده. ده كان اول ماتش جرب جاك جريليتش جولين واسيست، جول من بره منطقه الجزاء، جول لوب برجل الشمال، رفعه برجل الشمال اسيست، كارت كويس في الشق الهجومي، وحش جدا في الشق الدفاعي، كدفاعيا ما تستخدموش، ما ينفعش تلعب بيه اثنين في نص الملعب. واقف ليه؟ مش عارف واقف ليه، واقف ليه؟ طلع راشفورد، حلو قوي ثرو بول زي ما انتم شايفين بالملي، واقف على خط منطقة الجزاء، باس حلو قوي. شماله شغال، واقف برضه كالعادة، هو بيمسك الحتة الشمال دي ويحلق على منطقة الجزاء لما بيكون في هجمة علينا. بس بوش رجله خارجي، طلع وقف الكورة، هنجرب الرفعة تاني. ارتداد، ارتداد ممتاز، حلوة. حلوة الحركة دي، حلوة قوي، حلوة قوي، حلوة قوي. شايفين ازاي هو كارت لذيذ جدا في ان انت تقدر تعمل الكنترول الليفت انالوج دريبلينج بتاعه، كلوز بول كنترول. شايفين الحركة اللي قبل اول ما استلم الكورة عملها، الكورة لازقة في رجليه، دريبلينج بتاعه ممتاز يا جماعة بجد. هو طبعا بفيس ستاتس 91 دريبلينج، لكن انت بتحسها في الملعب بجد، الكورة لما بتبقى معاه بيبقى صعب قوي ان انت مش تخسر، لو خسرتها يخسرها الجزء البدني، لكن لو انت واحد بتعرف تعمل كنترول على الكوره كويس هتعمل كنترول بيه حلوه. شوف بقى تحركاته كسترايكر بتاعه عامله ازاي، ثرو بول حلوه على العالي. البوزيشن بتاعه كسترايكر انتاكت لسه موجود، بيحاول يتحرك ويفضي مساحة لنفسه. شمال ما عندوش القوة الكافية طبعا ان هو الكورة تطلع من الجبهة، هنشوف هيتحرك ازاي هنا. طبعا هو للأسف أكل الأوفسايد. واقف ماسك مكانه 1، رجل حلو في 2، على في الله عالية، حلوة قوي. كارت بيبصي جامد جدا، بيبصي جامد جدا بجد. طيب بكده انا كنت خلصت الريفيو لجاك جريليش تيم اوف ذا يير اونبل منشنز، هقيمه دلوقتي على طريقه لعبه وهقول لكم ممكن تلعب بيه ازاي احسن حاجه. الكارت ده اجيليتي وايز كويس قوي، دريبلر كويس قوي، صويت جدا جدا جدا، الار 2 بتاعته الركنه حلوه قوي، بيشوط من بره منطقه الجزاء، حصيله ماتشين 3 اجوال واسيست، كارت هجوميا كويس، لكن باسنج كمان كويس قوي، لكن في مشكله واضحه جدا بصراحه، الورك ريت بتاعه ميديم ميديم، ورك ريت وحش قوي، ما بيجريش زي ما انت عايزه، تقيل شويه في الارتداد، لو انت بتدافع بيه تقيل بطيء، حتى وانا حطيت له هانتر. الكارت ده لازم هتلعبه كام، ما ينفعش تعتمد عليه دفاعيا خالص، لازم هتلعب اثنين بيدافعوا كويس قوي وراه، لكن ما تعتمدش عليه دفاعيا خالص. كارت فيه انا ممكن اديله فاليو من 5 مثلا، ممكن اقول
3.8 من 10، 3.9 من 10 هكذا. هل هيلعب في فرقنا؟ ما اعتقدش ان هو هيبقى ستارتر في اي فريق، لكن الناس ممكن تنزله بالذات لو انت محتاج تشوط من بره منطقه الجزاء، واحد بيدافع كويس فمحتاج ان انت تشوط، اما تجيلك فرصه كارت الشويط قوي زي ما انتم شفتوا. اتمنى يكون الريفيو ده عجبكم، لو عجبكم ادونا لايك على الفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل وشغلوا جرس التنبيهات عشان تصدقكم فيديوهات بشكل يومي. اعملوا لي فولو على السوشيال ميديا، هحط لكم دلوقتي هاندلز بتاعتي على السكرين. كان معاكم مروان احمد فوت فارماسيست، اشوفكم في حلقه ان شاء الله بكره وكل يوم يعني بنتكلم على كونتنت فيفا التيمت تيم.